وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد عمار البناي عضو مجلس النواب. أهلا بك سعادة النائب في نشرة الثامنة. كيف ترون نتائج استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية كإحدى القطاعات غير النفطية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي؟ مملكة البحرين وبتوجيهات من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ماضية في الاتجاه الصحيح في تحقيق التوازن المالي من خلال التحول إلى الاعتماد على القطاعات الغير نفطية كمحرك أساسي للاقتصاد والانفتاح على تطوير مجمل القطاعات الاقتصادية في المملكة، والتي ترجمت هذه الجهود بتحويل البحرين إلى أحد أهم المراكز المالية في المنطقة من خلال العمل على تطوير قطاع الخدمات المالية كقطاع واعد، قطاع أساسي في خطة التعافي الاقتصادي، واللي استندت على خلق فرص العمل وتطوير التشريعات والسياسات وقطاع الأسواق المالية والخدمات والتكنولوجيا المالية وقطاع التأمين عبر تنفيذ 47 برنامج اللي رايح يساهم القطاع المالي وقطاع التأمين في الناتج المحلي. نعم سعادة النائب، إحدى أهم أولويات استراتيجية قطاع الخدمات المالية هو خلق فرص العمل من خلال استقطاب المؤسسات المالية والمصارف، ما رأيكم بذلك؟ بكل تأكيد بأن هذه الاستراتيجية تكمن في جعل مملكة البحرين هي البوابة الأساسية للمستثمرين، لرجال الأعمال، للدخول إلى الأسواق الخليجية ودول المنطقة، واللي سيؤثر بكل تأكيد بإيجابية على الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين، واللي نتمنى بأنه يخلق حالة من الانتعاش الاقتصادي والمالي اللي سيوفر العديد من الفرص أمام أبناء الوطن للدخول إلى عالم الأعمال ودعم ملف التوظيف في مملكة البحرين. احنا بدورنا كسلطة تشريعية ندعم توجيهات سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية، واللي يهدف لخدمة ملف التوظيف وخلق فرص جديدة للعمل من خلال استقطاب هذه المؤسسات المالية والمصارف العالمية وتوفير فرص عمل متنوعة لمختلف القطاعات، واللي تأتي هذه الخطوة باستقطاب المؤسسات المالية والمصارف فرصة ثمينة وخطوة مهمة في تغيير شكل اقتصاد مملكة البحرين والانتقال للاعتماد على مصادر الدخل الأخرى بدل النفط في ظل الظروف الراهنة والأزمات المالية اللي يعيشها العالم. نعم سعادة السيد عمار البناي عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.